أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلوميه الشعب الفلسطيني. والقوات المسلحه اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الاسرائيليه او المتجهه الى موانئ فلسطين المحتله من الملاحه في البحرين العربي والاحمر. والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا. والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء الأول من رجب 1445 للهجرة الموافق للثاني عشر من يناير 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنيه